بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، فما زلنا في دراسة كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، وتكلمنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق عن الإيمان بالكتب، ونحن مع الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فالركن الرابع من أركان العقيدة هو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والرسل جمع رسول، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، أما من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس برسول، هذا المشهور. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فرتبة الرسالة أعلى من رتبة النبوة، خلافا لما تقول الصوفية مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فالصوفية قلبوا الآية كما يقولون، جعلوا الأولياء هم أعلى الناس درجة، ثم الأنبياء، ثم الرسل أدنى الناس منزلة. وهذا من الجهل البليغ والغفلة الشنيعة، لأن النبي لابد أن يكون وليا، والرسول لابد أن يكون وليا ونبيا، فرتبة الرسالة أعلى لا شك من رتبة النبوة. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. فالإيمان بالرسل، احنا قلنا الإيمان هو التصديق لغة، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فده المعنى اللغوي. ولكن الإيمان الشرعي كما قلنا هو تصديق المستلزم للمحبة والقبول والانقياد والعمل. فالإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله جل بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وأيضا الإيمان بكل ما ورد في حق الرسل الكرام من صفاتهم، ومن أنهم يعني أدوا يعني ما عليهم، وأنهم بلغوا ما أرسلوا يعني به، وأنهم صادقون بارون راشدون، الله جل اصطفاهم يعني على عينه ورباهم لنفسه. فكل كما ذكرنا في الملائكة، الإيمان بكل ما ورد في الملائكة من صفاتهم ومن وظائفهم والأسماء التي وردت يعني في بعض الملائكة، كجبريل أمين الوحي، ميكائيل أمين القطر، وإسرافيل الذي ينفخ في الصور. فكذلك الإيمان بالرسل، إيمان بكل ما ورد في حق الرسل الكرام في الكتاب والسنة المطهرة. دل على وجوب الإيمان بكل الرسل يعني قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. كان حدث قريبا الأيام الماضية إن يعني في بعض البلاد الكافرة
يعني بالوا على صورة المسيح. فالذي اعترض المسلمون، نصارى ما رفعوا رأسا ولا اعترضوا على ذلك، لأن المسلمين يعني يؤمنون بكل الرسل، ولكن يعني هؤلاء الغالب عليهم الإلحاد يعني، ما فالذين اعترضوا يعني عليهم، الذين يعني أنكروا يعني هذا المنكر يعني هم المسلمون. لأننا نحب عيسى ونحب موسى ونحب صالح وهود، كل الرسل الكرام نحبهم، وهذا من حب الله عز وجل، من كمال حب الله عز وجل أن نحب الرسل الكرام وأن نحب الملائكة وأن نحب العلماء وأن نحب الدعاء إلى الله عز وجل، لأن هذا من كمال حب الله عز وجل. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ينبغي الاعتقاد بأنهم صادقون مصدقون برون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هدى مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأن الكفر بواحد منهم كفر بجميعهم، وأيضا كفر واحد من الملائكة الذين وردت أسمائهم كفر بجميع الملائكة، وكفر بالإيمان كله، كذلك الكفر برسول من رسل الله وكفر بكل رسل وكفر بالإيمان كله، لأن الإيمان كل لا يتجزأ. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. هم يعني أرسل إليهم نوح، فلما كذبوا نوحا كذبوا كل الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. يقول: وإنما أرسل إليهم نوح وحده، فكان تكذيبهم نوحا عليه السلام تكذيبا لكل الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة وهي دعوة التوحيد، فكما قلنا في بداية دروس التوحيد أن الشرائع مختلفة، التكاليف العبادات يحل الله جل هؤلاء ما يحرم على هؤلاء ويحرم على هؤلاء ما حل هؤلاء، تكاليف العبادات تختلف، ولكن العقائد إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يعني هذه واحدة في كل يعني كل الرسالات. ينبغي الاعتقاد بأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به ولم يكتموا منه حرفا واحدا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. قال عز وجل مخبرا عن خاتمهم صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هو العرق الذي يغذي الذراع. فما منكم من أحد عنه حاجزين، يدل على أنه ما تقول على الله عز وجل بحرف يعني زائد ولا نقص مما أمر بإبلاغه يعني شيء. وهكذا كل الرسل يعني بلغوا ما أمرهم الله عز وجل به. وينبغي الاعتقاد بأنهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا كما قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. فالخليل لا يكون إلا واحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يختار أحد خليل من الأرض أو من البشر لاختار أبا بكر، ولكنه خليل الله. وكلم الله موسى تكليما كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. تكليما يعني مفعول مطلق، يعني إشارة إلى أنه كلمه بالفعل، يعني خلافا لما قالت المعتزلة والجهمية أنه يعني ملك كلمه، ولكن الله جل هو الذي كلم موسى. كلم الله موسى تكليما، ولما جاء يعني موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته إلى مريم وروح منه، أنه خلق بكلمة يعني كن. وينبغي الاعتقاد بأن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض كما قالت على تلك الرسل: فضلنا بعضهم على بعض. وكلمة تلك إشارة للبعيد، تلك الرسل إشارة إلى علو درجة جميع الرسل، ما قال هؤلاء الرسل ولكن قال تلك الرسل، إشارة إن درجة الرسالة درجة
علي فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولا ينافي هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين أنبياء الله أو بين الأنبياء أو لا تفضلوا بين الأنبياء. فلماذا؟ لأن العلماء يجمعون بأن الإيه لا يكون التخيير بمجرد الهوى والتشاهي. يعني ما تقول مثلا بأن عيسى أفضل من إبراهيم في حين أن الأدلة الكثيرة تدل على أن إبراهيم أفضل من عيسى وموسى، ونحن نصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آل محمد، ونصلي ونسلم ونبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج إلى السماوات العلى في الإسراء والمعراج وجد يعني موسى يعني في السماء السادسة تقريبا، وجد إبراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور. والله عز وجل أمرنا باتباع ملة إبراهيم، قال ملة أبيكم إبراهيم أي اتبعوها. فلا يجوز للإنسان أن يفضل رسولا على رسول بمجرد الهوى والتشافي. وكذلك في الصحابة لا يجوز أن تقول مثلا بأن علي أفضل من أبي بكر، الأمور ليست هوائية ولكن نحن متبعون للشرع، فخير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فلا يجوز أن تفضل صحابي على صحابي بمجرد الهوى التشاهي. كذلك لا تفضل بين أنبياء الله أو لا تخير بين الأنبياء بمجرد الهوى والتشاهي أو على سبيل تنقيص المفضول، لأنهم كلهم فاضل يعني أتقياء يعني بررة. لا يجوز أن تفضل نبيا على نبي، تقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل يعني من إبراهيم بقصد تنقيص إبراهيم، لأنهم كلهم يعني في أعلى يعني درجة. هذا الأمر الثاني. والثالث يقولون يعني في النبوة ذاتها لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في أصل النبوة، ولكن في الشك أن الأدلة دلت على أن أفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هو صاحب المقام المحمود الشفاعة العظمى، ولا تفتح الجنة لأحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصاحب الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. يقول وأرجو أن أكون أنا هو، وكما قلنا الرجاء في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع. فلا يجوز لأحد أن يفضل أحدا يعني من الرسل على أحد بمجرد الهوى والتشاهي، ولكن نقدم ما قدمه الشرع. هم قدموا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم، وبعضهم يعني قال بأن موسى الكريم هو في المرتبة يعني بعد إبراهيم عليه السلام، وبعضهم لم يرتب بين عيسى ونوح لهم الخمس أولي العزم من الرسل، وبعضهم يقدم نوح على عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. فالمراد أن احنا يعني لا نقدم بمجرد الهوى والتشاهي، بل نقدم ما قدمه الشرع وما دلت النصوص الشرعية على تقديمه. فيقول وقوله لا تفضلوا بين أنبياء الله، فالمقصود بذلك التفضيل بمجرد التشهي وبغير دليل شرعي، أو التفضيل في النبوة ذاتها، أو التفضيل بغرض تنقيص المفضول. طبعا رتبة النبوة وهبية لا كسبية، يعني أنت تجتهد فتصير عالما، تجتهد فتصير عابدا أو زاهدا، ولكن ما يجتهد أحد فيصير نبيا، أن هذا اشتباء واصطفاء. ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. يعني الله جل يصطفي ويختار الأنبياء، ويختار من الأنبياء الرسل، ويختار من الرسل أولي العزم من الرسل، ويفضل بعض أولي العزم من الرسل على بعض. وربك يخلق ما يشاء ويختار، كما اختار بعض البقاع ففضلها على البعض الآخر كمكة مثلا والمدينة وبيت المقدس، وبعض الشهور فضلها على بعض ك شهر رمضان على بقية الشهور، وبعض الساعات على بعض، فالثلث الأخير من الليل أفضل يعني الساعات. وكذلك يعني الملائكة، يعني فضل بعض الملائكة على بعض، فجبريل عليه السلام أمين الوحي، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، مرة يعني هيئة عظيمة وجسم يضخ. فالحاصل أن الله جل يخلق ما يشاء ويختار. ينبغي الاعتقاد بأن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم واحدة، وهي دعوة الإسلام، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فالدين واحد ولكن الشرائع مختلفة. فإبراهيم ونوح وهود وصالح ويونس وموسى وعيسى وأيوب وداود وسليمان، كل هؤلاء على الإسلام، دين واحد
إن الدين عند الله الإسلام، ولكن الشرائع تختلف. فأصل الدين هو توحيد الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ونفي ما يضاد ذلك واحد عند جميع الرسل، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما فروع الفرائض من الحلال والحرام فقد تختلف، فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء، ويخفف على هؤلاء ما شدد على أولئك، ويحرم على أمة ما يحل للأخرى وبالعكس. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهؤلاء الرسل الكرام منهم من قصه الله علينا فذكرهم بأسمائهم، ومنهم من لم يخصصه كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني الرسل ليسوا محصورين في الذين نعرفهم، وكذلك الأنبياء. أما الذين قصهم الله عز وجل علينا فعددهم 25، وهم مذكورون يعني في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب. فإبراهيم وإسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته أي من ذرية يعقوب داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. يعني كما قلنا إن أبو الأنبياء يعني نوح عليه السلام يعني هو أبو البشرية الثاني بعد أبيهم إبراهيم، لأن الله جل لم يجعل لآدم ذرية إلا من نسل نوح عليه السلام، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. فكل من كان معه من المؤمنين في السفينة لم يعقبوا إلا أولاد نوح عليه السلام، وهذا تشريف وتكريم لنوح عليه السلام بأن الله جل لم يجعل لآدم ذرية إلا من جهة نوح عليه السلام. وبالتالي كل الأنبياء بعد نوح من ذرية نوح، لأن ذرية آدم كلها يعني صارت من ذرية يعني نوح، فصار نوح أبا البشرية الثاني بعد أبيهم آدم. أيضا إبراهيم عليه السلام، كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فإبراهيم رزق بذكرين عظيمين: إسحاق يعني من سارة اللي هي الزوجة، وإسماعيل من هاجر اللي هي أم الولد اللي كان وهبها الملك الظالم لسارة، وكانت يعني سارة لا تنجب فوهبتها لإبراهيم فأنجبت له إسماعيل، ثم أنجبت سارة بعد ذلك يعني إسحاق، ثم بشر بيعقوب من إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل، يعني يعقوب هو إسرائيل. فكل أنبياء يعني أنبياء بني إسرائيل زي موسى وعيسى وأيوب ويونس وداود وسليمان، كل هؤلاء من ذرية يعني إسرائيل اللي هو يعقوب. ده الفرع اللي هو فرع فرع إسحاق. إسحاق يعني أنجب يعقوب، وكل هؤلاء الأنبياء عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية يعقوب. الفرع الثاني اللي هو فرع إسماعيل لم يكن منه إلا الجوهرة النفيسة وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: هبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبله، ومن ذريته من ذرية يعقوب داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، كل هؤلاء من ذرية يعقوب، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فجمعت هذه الآيات 18 أصولا يجب الإيمان بسبع آخرين مذكورين في آيات أخرى، منها إن الله اصطفى آدم، فهنا آدم لم يذكر في الآيات السابقة، ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال: وإلى عاد أخاهم هودا، فهود عليه السلام، وإلى ثمود أخاهم صالح صالح، وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ثم لم يذكر في جميع هذه الآيات يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فدول 25 رسول يعني ذكروا في القرآن، فيجب الإيمان بهم بأسمائهم.
ولم تخل أمة من رسول يدعوها إلى الله عز وجل ويرشدها إلى الحق، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والرسول بشر من نفس الأمة، كما قال تعالى حكيرا عن خاتمهم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هو بشر من البشر، ولو شاء الله عز وجل أن يرسل ملكا لأرسل، ولا جعله في صورة البشر، فيعني لبس على الناس أيضا لا يدون هذا من البشر أو من الملائكة. ومما يدل على بشريتهم كذلك أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون، كما قال تعالى: ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ويتعرض الرسول لما يتعرض له سائر البشر من المرض والموت. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقد يمرض الرسول وقد ينسى ويموت كذلك، إنك ميت وإنهم ميتون، والرسول لا يعلم الغيب ولا يملك ضرا ولا نفعا. قال الله تعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني لا يعلم الغيب بإطلاق، ولكن الله جل يطلعه على ما يشاء من الغيب. ولكن من قل فلان يعلم الغيب، يعني بإطلاق يعلم كل شيء في الغيب، كما تزعم الشيعة في الأئمة الاثنى عشر أنهم يعلمون الغيب، وبالتالي هم يفضلونهم على يعني الأنبياء وعلى الملائكة، يقولون إن لهم منزلة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، مع أنهم هؤلاء كلهم يعني من ذرية علي رضي الله عنه 12 يعني إمام، فيفضلونهم يقولون هم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن إبراهيم ومن أولي العزم من الرسل، وهذا من الغلو. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقصة أم العلاء الأنصارية لما حديث البخاري، لما قالت: طر لنا في السكنة عثمان بن مضعون، وكان من أكابر المهاجرين ومتعبديهم، فمرض فمرضنا، يعني عالجنا أو قمنا على يعني علاجه، فلما توفي قلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد رحمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: وما يدرك أن الله يعني رحمه، والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم. ثم رأت يعني له عينا تجري، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك عمله. وقالت: لا أزكي يعني بعده أحدا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أنها شهدت له بالرحمة أو بالجنة. ذلك كثير من الناس يقول فلان المرحوم فلان، وقد يكون هذا المرحوم تارك للصلاة وهم يقطعون له بالرحمة. وإذا أردت أن تدعو له أدعو له بالرحمة، تقول رحمه الله، ما تقول المرحوم، تجزم له بالأي بالرحمة، يعني المرحوم يعني دخل الجنة، هذه شهادة له بالجنة. طبعا نحن نشهد أيضا بالجنة إلا لمن شهد له الشرع، كقيس بن الشماس والعشرة المبشرين وعبد الله بن سلام والمرأة السوداء، والذين ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، نحن نشهد لهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول لا يعلم الغيب بإطلاق. ومما يدل على ذلك يعني حديث البئر معونة، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني قراء يعلمونهم القرآن، فساقوهم إلى مكان يسمى بئر معونة فقتلوهم إلا سبعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب لقال لهم: أنتم كفر وكذبون. وظل يدعو عليهم شهرا كاملا حتى نزل: ليس لك من الأمر شيء. فالحاصل أن الرسول لا يعلم الغيب بإطلاق، ولكن الله عز وجل يطلعه على ما يشاء من الغيب. يقول الرسول: لا يكون إلا رجلا، وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. لأن هذا أكمل نوعي البشر، النساء يعني ناقصات يعني عقل ودين، ثم الناس تميل يعني بالطبيعة إلى النساء، فلذلك يعني ما أرسل الله عز وجل يعني إلا رجالا، فتشترط الذكورة كما سيأتي يعني في رسول لابد. وذاك يعني مريم ليست نبية، يعني هي صديقة أو هي من أولياء الله عز وجل، ولكنها ليست نبية
لأن يشترط في النبوة يعني الإيه الذكورة. قال الإمام السفارني رحمه الله: أثبت الرسالة للرجال الموحى إليهم، وأشعر بنفي ذلك عن غيرهم خلافا لأهل التوراة الزاعمين نبوة مريم بنت عمران وأخت موسى وهارون، وقد خالف يعني في ذلك، وهي في الواقع يعني مريم مش أخت موسى وهارون، يعني هذا يعني بينهم زمن، ولكن يا أخت هارون يعني على سبيلنا أخته في الرسالة أو في الإيمان، كما أن شعيب الرجل الصالح الذي زوج يعني موسى ابنته ليس هو شعيب النبي، هو اختلط على الناس أن هذا في مدين والثاني في مدين، ولكن خلوا الناس يسمون على أسامي الأنبياء، فلعل هذا الرجل الصالح سمي على يعني اسم نبي الله يعني شعيب، وكلاهما كان يعني في مدين، فذلك ظن بعض الناس أنه شعيب النبي، ولكن في فرق جامد جدا في الزمن يعني بين شعيب وبين موسى، لأن في الشك أن موسى من ذرية إبراهيم، وكان كترتيب زمني يعني نوح عليه السلام دائما يذكر، ثم عاد وثمود وقوم مدين لما أرسل إليهم يعني شعيب، ثم فترة طويلة جدا يعني آلاف السنين، ثم أرسل الله عز وجل إبراهيم وكان معاصر يعني له لوط، فآمن لوط بدعوته، وقيل كان قريبه يعني ابن خالته أو ابن عمته، ولكن الآية تقول فآمن له لوط، يعني آمن لإبراهيم، وأرسل لوط إلى فلسطين قرية تسمى سدوم على البحر الميت، ثم بعد ذلك يعني كما قلنا من ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق، ثم كان موسى من ذرية يعقوب عليه السلام، وكان آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، هو الذي بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فكان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، وكان من مهماته أنه بشر ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا مريم ليست يعني هي أخت موسى وهارون النبيان، وقد خلف في اشتراط الذكورة أبو الحسن الأشعري ثم القرطبي وتبعهما على ذلك أناس من العلماء، والحق اعتبار الذكورية، لأن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة، والأنوثة تقتضي التستر وتنافي الاشتهار لما بين الاشتهار والاستتار من التمانع. النبوة تحتاج الاشتهار لأن الإيه يشتهر حتى يؤمن به الناس، أما الأنوثة تحتاج يعني إلى الاستتار. قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالرسل بشر من البشر، وإن كانوا من معدن كريم خصه الله عز وجل بمواهب عقلية وروحية، واصطنعهم الله عز وجل لنفسه ورباهم على عينه، حلاهم بالفضائل وخلاهم من القصور والرذائل. قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وإنما خص الله الرسول بمزايا وفضائل ليقوى على الاطلاع بأعباء الرسالة، وليكون مثالا يقتدى به في أمور الدين والدنيا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ولو لم يتميز رسل الله عز وجل بهذه الخصائص العقلية والروحية لما كانوا أهلا لحمل الرسالة. وينبغي الاعتقاد كذلك بعصمة الرسل الكرام بل وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، والغلول هو السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم. ومعنى العصمة أنهم لا يتركون واجبا، يعني قد يقول قائل بأن آدم يعني كان نبيا، والله عز وجل يقول: وعصى آدم ربه فغوى، إن وقع في المعصية. ويونس عليه السلام لما تأخر إسلام يعني قومه خرج مغاضبا فوقع في بطن الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نقول إن هم العصمة مش إنه لا يقع في ذنب، إنه هو لا يستمر عليه أو لا يقر عليه. وأيضا موسى لما قتل المصري كان هذا قبل الرسالة، يعني تاب إلى الله فتاب الله عز وجل عليه، وأيضا آدم تاب فتاب الله عز وجل عليه. ويونس عليه السلام يعني قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالله عز وجل يعني أمر الحوت بأن يلقيه، ويعني وأنبت عليه شجرة من يقطين اللي هي الأرع أو الكوسة تغطي جسده، لأن كان جسده يعني متأثر بالأحماض التي في بطن الحوت، يعني حتى
يعني خف ثم أرسله إلى 100,000 أو يزيدون، فهم لا يقرون يعني على معصية بل يتوبون ويرجعون إلى الله جل ويتوب الله عز وجل عليهم. فهذا معنى العصمة، لأن في اختلاف هل هم معصومون من كل خطأ أو أنهم لا يقرون على يعني معصية أو لا يستمرون عليها. ولكن القول الجامع أنهم حتى لو وقعوا في معصية يبادرون بالتوبة والله جل يتوب عليه، لا يقرون ولا يصرون على المعصية. وينبغي الاعتقاد كذلك بأن الله عز وجل قد حلاهم بالأخلاق العظيمة من الصدق والأمانة والطهر والنزاهة، وتولى تأديبهم وتهذيبهم وتربيتهم وتعليمهم حتى صاروا قمما شامخة وأهلا للاصطفاء والاجتباء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله عز وجل يعني يختار الرسل ويختار الأنبياء ويختار الأولياء ويختار الشهداء، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. لنا وقفة أخرى مع الرسل الكرام في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.